ايدك وعينيك قلبي وفكري. يا صباح الخير. يا صباح الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. شكلك كده عايزه تقولي حاجه. هتعمل ايه في موضوع نعيم؟ زينب، موضوع نعيمة مش في يدي. لا يا مروان، موضوع نعيمة في ايدك. انت ممكن تكلم حسن وتقوله نسلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه. انا كلمته. طب تعالى نقعد نحكي. تعالى يا زينب. كلمته باي طريقة؟ كلمته زي ما بتكلمني كده وقلت له خلاص يا حسن اهدى وننسى اللي فات وسلم الست للبوليس والقانون ياخد مجراه؟ مقدرش اقولك ده. اللي مات ولده واللي قتله في يده اقول انا ايه يعني؟ يا حبيبي. ايوه خلينا في حبيبي دي، انا بحب اسمعها على طول. انت عارف ان انت حته من قلبي مش كده؟ وانت عقلي وقلبي وحته مني. يبقى هتسمع كلامي. على عيني والله يا زينب، بس في حاجات كتيره قوي انا مقدرش اعمل فيها حاجه. يبقى انت كده مش بتحب حسن. مين قالك ده؟ ايوه يا مروان، ما انت لو بتحبه هتنصحه وتقوله ما ينفعش يعمل اي حاجه في نعيمة، يا اما هيبقى قاتل زيه زيها. مروان انت لازم تهديه وتنصحه، قوله خلاص سلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه ونخلص. حاضر. في حاجه تاني؟ ايوه، عاوزك تدخل تطمن على مامتك، شكلها تعبانه ومش عاجباني. تعبانه كيف يعني؟ من امبارح ما نزلتش واكلتها ضعيفه جدا وصحتها مش عاجباني. انا عاوزك تاخد بالك منها شويه. معلش. حاضر. عاوزه حاجه تاني؟ ايوه عاوزه. ايه طلباتك كتير قوي يا ام نوح. ايه ام نوح دي؟ على فكره انا اسمي زينب. ايه ام نوح دي قفشه؟ لا بس بحس انه كده بتكبرني كاني عجوزه 100 سنه. ربنا يديكي طول العمر وتعيشي 100 سنة. عشان ابقى عجوزة كركوبة كده ومتسندة على عكاز؟ مين قالك ده؟ دي انتي هتبقي زي القمر. اه والله. يبقى هتسمع كلام. حاضر يا زينب. ربنا يخليك يا حبيبي. ويخليكي، اشوفك بخير. اهلا اهلا. عملت ايه؟ لفيت ورا البلد كلها مغفلش عن عيني ثانيه. ايوه عرفت مكانها يعني ولا معرفتش؟ معرفتش. بس ايه؟ او انا هسيبه؟ انا هفضل وراه لحد ما اجيب قراره. ايه واقفه بتفكري يعني؟ عايزين اي حاجه كده تزيت الركب وانت مسحي زور. لما تجيب لي الخبر الاول ابقى اديك اللي انت عايزه. لا ما ينفعش. لا لا ده الموضوع محتاج مجهود. ده أنا ماشي وراه زي الددبان، محتاج برضه أكل لي أكلة حلوة. إيه أشرب لي كوباية عصير، حجرين شيشة مع كوباية شاي. الموضوع مكلف يعني مش زي ما أنت متخيلة. خلص الموضوع. لما تجيب لي اللي أنا عايزاه هبقى أديك اللي أنت عايزه، غير كده مالكش حاجة عندي. خلاص. أنا ليا طلب تاني. اللي هو؟ تحنيني قلب فوزية عليا. بصراحة أنا غلطت. وإذا كان على البت اللي اسمها سامية دي أنا هطلقها. بت زنانة وناقصة معفنة. وأنا هرجع ختم في صباحها، واللي تقولي عليه أنا هعمله. اللي أقول عليه هتعمله؟ آه. انسى فوزية محروس. لا أنسى مين؟ دي حتة السكر اللي في حياتي. أنتوا ليه يا جماعة مش مصدقيني ومش حاسين بيا؟ هو أنتوا فاكرين أنا ما عنديش قلب؟ والله العظيم أنا بحبها، والله بحبها. وبعدين الغلط وارد يا ريتال. وبعدين أنتِ عارفة كويس أوي إن أنا قلب أبيض. اه انا عارفه ان انت قلبك ابيض. سلام. ده انت وجبريه فوله واتقسمت نصين. لا جبريه ده جبريه يمكن يكون عندها شويه، انما انت اعوذ بالله اسفخس.
مفيدة. في ايه بنت مالك؟ مالكيش صالح بيا. هو ايه اللي ماليش صالح بيكي؟ في ايه مالك؟ ماليش، تعبانة. ايه؟ حتى دي كمان ماليش حق فيها. تعبانة مالك يعني؟ عندك ايه؟ عندي اللي عندي، مالكيش صالح بيا. طب تعالي عايزاكي. أنا مش عاوزة أتكلم مع حد، سيبيني في حالي. مش هسيبك في حالك يا مفيدة، تعالي قولي لي فيكي ايه؟ اقعدي. مالك يا مفيدة؟ في ايه؟ حسن مش في البيت وبيتعالى يشوف يا عبد الحكيم في اي وقت. يا بنت مالك فيكي ايه؟ ما تقولي. انا حامل. ايه؟ حامل؟ حامل من مين؟ الله يحرقك. بن فتحي في الشهر الثاني. انا ما كنتش عارف. انا حسيت اني تعبانه، رحت المستشفى. ما خطرش في بالي ابدا ان اكون حامل منه ابدا. انا مش عايزاه يرتال. أنا قلت إن الدكتور ينزل ومرضيش. قولي لي أعمل إيه؟ تعملي إيه في إيه؟ والله ما أنا عارفة. هي الدنيا مالها فيها إيه؟ كل ما تتحلى ترجع تتعقد تاني وتجيب عليها وطيها. طب قولي لفتحي. لا، أوعي تعملي كده. أنا مش عايزة فتحي يعرف حاجة. أنا مش عايزة العيل ده. أنا مش هينفع أدخل بيت عبد الحكيم ولا هينفع أرجع تاني لفتحي. هتعملي إيه يعني؟ هتنزليه؟ اوعي تعملي كده يا مفيدة. فتحي لو عرف هتبقى مصيبة وممكن يوديكي في 60 داهية. كلمي فتحي، أنا متأكدة إن هو هيلاقي حل. وأنا يا ستي من ناحيتي مش هجيب سيرة لأي مخلوق. قولي لي بس، أنتِ دلوقتي قاعدة فين؟ قاعدة في الشارع. ولا قد رزقي، ربنا ما بينساش حد. امسكي دول. انتي في الاخر اللي بتتصدقي علي؟ مش مني يا مفيدة، من عبد الحكيم ابنك. عامل ايه؟ امسكي الاول. زين جوي 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 يا مفيدة، بس عيل تفس كده وفراك. اقولك على حاجة، ده ما بيحللوش العياط الا وانا نايمة في سابع نومه. كل شوية بقى بعض اشتمه بيكي. خدي بالك منه. متقلقيش عليه، في عيني والله. مخنوقة، قلت اجي اقعد معاكي شوي. تنوري يا عمتي. يا سلام على كوباية شاي من ايديكي، حلوة كده. طب ما تاكلي الأول، أنا عاملة الشلولو اللي بتحبيه. لا ما عاوزاش آكل. أمال فتحي فين؟ طلع مع مروان. قولي لي عامل معاكي إيه؟ تعادل ولا لسه عاوج؟ زي المثل ما بيقول، ما يتحنجلش على الطبلية غير الصحن العوج. لا معدول.